اهلا بيكم يا اولاد. اليوم هنتعلم كتابة حرف الضاد. حرف الضاد دايرة صغيرة، وده نص دايرة كبيرة وفوقيها نقطة. حرف الضاد دايرة صغيرة ونص دايرة كبيرة وفوقيها نقطة. حرف الضاد دايرة صغيرة ونص دايرة كبيرة وفوقيها نقطة. حرف الضاد دايرة صغيرة ونص دايرة كبيرة وفوقيها نقطة. شاطرين يا ولاد، يلا نكتب تاني مع بعض. نمسح ده، نكتب حرف الضاد دايرة صغيرة ونص دايرة كبيرة وفوقيها نقطة. حرف الضاد، حرف الضاد، حرف الضاد. شاطرين يا ولاد، يلا نكتب تاني مع بعض. حرف الضاد، حرف الضاد. شاطرين يا ولاد، يلا نكتبها تاني مع بعض. حرف الضاد دايرة صغيرة فوقيها نقطة ونص دايرة كبيرة. حرف الضاد، حرف الضاد، حرف الضاد، حرف الضاد. يلا نكتبها تاني مع بعض. حرف الضاد دايرة صغيرة ونص دايرة كبيرة وفوقيها نقطة. شاطرين يا ولاد، يلا نكتب تاني مع بعض. حرف الضاد، حرف الضاد، حرف الضاد. شاطرين يا ولاد،